من شي حاجه من حمار. واش هاد السيده درت شي حاجه تبعني عليها؟ تبعك من الناس الشهر اللي خدم يا سعيد اخويا، راه شي واحد خدم لك 6 شهور راه كيقول لها غير اقسم بالله ما كاينش نهار اللي قعدت انا وخوتي انا راه ما تجبدش يوميا كنجبد. دابا بيني وبينكم علاش علان ما كيربيش الضفار؟ علاش علان ما مربيش الشعر؟ علاش علان ما كيديرش الخمار الزيف؟ علاش علان ديما مبين صدره من هنايا ما كيديرش شي كشكول ولا شي لعيبه ولا كيدير شي كما كنقولوا شي حاجه اللي سميتها اللبسه ديال علان بحال الراجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع المتتبعين، شكرا لكم على الفيديو اللي لحت قبل من هذا ما جاي عندي الفيديو اللي لحت قبل من هذا تفاعلت معه بزاف اخوتي، راه 10000 تقريبا ديال الناس، شكرا لكم بزاف. كما كنقولوا للجدال نادية، وكما كنقولوا قريبا ونتمنى والله الخير ونتمنى والله التيسير. راه الطلاق كما كنقولوا راه كيبان لي الطلاق حالة قريبا العادي والموجة، ولكن راه التعدو ما كيبغيه لا ربي ولا عبدو. دابا علان بيني وبينك الى الطلقات نادية، واش انت غادي تنعس مرتاح؟ واش انت الا حطيتي راسك على المخده غادي تنعس مرتاح علان الى الطلقات نادية واسامة؟ واش انت علان الا فركتي هاد العائلة هادي غادي تبقى مرتاح في الحياة ديالك؟ نعم الوكيل. هي النادية اليوم خرجات عاوتاني، خرجات كما كنقولوا فهمتي صراحة ديال الله والحقيقة، وكل تضامن مع نادية، وحنا كنا بقى فينا الحال صراحة ديال الله بقى فينا الحال بزاف، حنا اليوتيوبرات وسمتي جميع صحاب القنوات الطيبة وصحاب القنوات الزوينة. هذا واحد الميساج لشي كلاب اللبن اللي كيخرجوا وكيدافعوا على علان. انا كنقول لك انت الا كدافع على علان راك انت حكاكه وانت فيك اللعبه، شي انت ولا انت اللي كتخرج كدافع على المنكر فيك اللعبه. وخدم لي اليقين، انا مول سلوي كنقول لك الحقيقه، خدم لي اليقين فيك اللعبه ولا فيك اللعبه انت ولا انت، حيت نتوما ما كتبغيوش الحق، ولكن الحمد لله راه كاين شي وحدين عاقلين اللي كيدافعوا على علان، حيت هذه حقيقة. وهضروا الناس قنوات كبار وقالوا بالله راه هاد السيدة نادية مظلومة، والحمد لله كما كنقولوا باقيين الناس الزوينين اللي كيهضروا بواحد الكلمة ديال الحق، وداك الشيء اللي كاين هو اللي كاين هو اللي كيقولوه. واش أنتم كتشوفوا نادية وكتخرج، واش نادية كتبغي الشوها؟ نادية ما كتبغيش الشوها، أنتم شفتوا نادية كتخرج خرجت بواحد الحرقة لا البارح ولا اليوم، وكتبكي وكتدعي الامر ديال الله، وخرجت عياده اللي هي نسيبت ناديه عياده ديالها خرجات وقالت شله كلام وكتدعي، وقالت بالله عياده واحد الكلمه بالله ممكن تصلي الفجر ليل ونهار وغادي اتصادف معاك علان. وانا ديجا ملي قلت لكم من شحال هذه قلت لكم بالله راه الضربه القاضيه ديال علال من عند مولانا الكريم هذه لا ما يحيدهاش لي طبيب، باش نكونوا واضحين. وقدام هذا الخير، قدام هذا الخير اللي كيطيح، انا غادي نقلب لكم الكاميرا وعيشوا معايا اللحظات وعيشوا معايا داك الشيء اللي غادي نقول لكم. نحلف ليك، نحلف ليك علال الا الشمس راه على الغروب، وانت علال ظلمتي هاد الناس وخدمتي بيهم 6 شهور وما بغيتيش تبعد من هاد الناس، ايوا الخلاص ديالك ما بينك وبين مولاك لا مع نادية ولا داكشي اللي كدير في الكواليس، داكشي اللي كدير في الكواليس علال ما يلومك الى راسك فهمتي، ما يلومك الى راسك. واش دخلنا عليكم بالله اخوتي العزاز اللي نادية خرجت نادية بواحد الحرقة وكتبكي لا البارح ولا اليوم، وكتقول حسبي الله ونعم الوكيل. واش هاد السيدة بالله علالك خارجة كتقول بالله الكورتاج ما الكورتاج الكورتاج ما الكورتاج الكورتاج ياك؟ واش هاد الكورتاج حنا اللي كنعرفو نادية مزيان ما كتخرج قبل ما تتزوج كاع بأسامة، ما كتخرج ما تا شي حاجة، على مع من هاد الكورتاج مع من كاين؟ إذا كاين معاك أنت علال، إذا هاد الكورتاج معاك.
كاينه ولا ما كاينش يا اخوتي العزاز. ولكن انا عندي واحد بيني وبينكم الاخوان، عندي واحد الاحساس بالله، فهمتي ان شاء الله ما غاديش يكون الفراق ديال ما بين ناديه واسامه، وان شاء الله بحول الله كاينين قنوات طيبه وكاين قنوات كما كنقولوا الزوينه صراحه ديال الله اللي منهم سعيد ومنهم بزاف ديال القنوات خديجه وهذه اللي ممكن يقدر ياخذ فهمتي بواحد بحال ردة الاعتبار خي اسامه، وممكن ما غاديش يراجع الاوراق ديالو، وممكن غادي ترجع هاد الصفحه كما كانت. هاد الصفحه كانت بدات غير البارح، ولكن هاد الصفحه ممكن ترجع كما كنقولوا ترجع للمياه لمجاريها. وبالنسبه لنا احنا القنوات الطيبه والزوينه كنتمنوا للناديه الحياه السعيده وتعيش الحياه ديالها ان شاء الله بحول الله وعلاش لا. ودريه ديال الله، دريه طيبه بدويه كما قال سعيد بالله، راها هي بدويه ومعروفه بداك المحتوى ديالها، معروفه في العالم ناديه. وهذه حقيقه كما كنقولوا كاع جميع القنوات كيكونوا في الباديه معروفين، معروفين في العالم، في العالم معروفين ان شاء الله. واي واحد ممكن يتفرج في الناديه كما قالوا بزاف ديال الناس، ممكن يكون قوري، ممكن يكون مصري، ممكن يكون تونسي، ممكن يكون هندي كما كان نوعو، يتفرج في الناديه، في ناديه على المحتوى ديالها، ديال ماشي روتين وانما الباديه، حيت كاين الروتين وكاين المحتوى ديال الباديه صراحه ديال الله. وهادي علال ان شاء الله 7 ايام ديال المشماش ودايزه، ها هي كما كنقولوا ليلته غادي تفوت والسبع ايام ديالو غادي تدوز، فهمتي كما كنقولوا غير واحد علال، غير واحد الجغمه ديال الماء دايزه دايزه، سمعتوني اخوتي العزاز، وهذا هو اللي كاين. ونتمنوا الخير الجميع اخوتي العزاز. شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم مع مول سلوقي وعلى البارطاج اللي بارطاجيتو معايا، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، الله يسهل عليكم، وراه كنحبكم وكنموت عليكم كاملين اخوتي العزاز، ونتمنى لكم الخير ان شاء الله بحول الله، نتمنى لكم الخير. هذا هو اللي كاين، حسبي الله ونعم الوكيل في هاد في هاد في هاد في هاد الدابه ديال علال، في هاد الدابه ديال علال، وان شاء الله غادي يكون الخير ان شاء الله بحول الله، وغادي كل واحد غادي يتخلص على قد النيه ديالو. الناديه كتبقى هي الناديه، وكتبقى كما كنقولوا الباديه هي الباديه. الحمد لله هاد المهزله غادي تدوز وما يدوم الى الصحيح ان شاء الله، ما يدوم الى الصحيح، وان شاء الله غادي يرجع علال، طلع عنده 100 واحد ولا 120 واحد ان شاء الله بحول الله، غادي نشوفوا شنو كيدير، حيت هو علال اخوتي العزاز راه بدون محتوى، وبدون محتوى ولا علاقه، لا علاقه لي بالمحتوى ولا علاقه، سمعتي سمعتني يا علال، وغادي نبقى ندير لك سلسلات علال وسلسلات. خوتي العزاز الى اللقاء في الفرصه القادمه، كان معكم مول سلوقي، والله يعاونكم، ونتمنى هذه الفرجه تكون ممتعه ان شاء الله، وتبارك الله عليكم.